غني عن القول، هذا المنزل لا يعود لقائد ميليشيا سابق أو لزعيم وطني حاضر، فمنازل هؤلاء هي طبعاً أكثر أناقة. في دولة الوفاء، أهلاً وسهلاً بكم في منزل الرئيس فؤاد شهاب. هيدا كان يقعدوا عليه الرئيس ومرته. الرئيس ومرته، إيه نعم. كانت مرت عمي تقعد هون أكثر شيء، وبيقوطوا الصفرة جوا. هون كان مكتبه، مكتبه الخاص يلي كان يقضي أكثر أيامه فيه. قد تختصر هذه الصور الحضيض الذي بلغته الجمهورية اللبنانية عندما تتنكر لأحد أبرز رؤسائها المؤسسين، غير أن الحكاية لا تنتهي هنا. بعد ما توفى جنرال، الورثة قرروا يبيعوه ونبيع هالبيت، والفريق اللي أخده إجا بده يحوله على مطعم. على خط إنقاذ ما تبقى تدخلت البلدية، غير أن نقص الموارد المادية لاستملاك المنزل أدى إلى دخول وزارة الثقافة على الخط. وقرر الرأي أنه نستملك كدولة، كوزارة ثقافة، ننقل هالاستملاك من مصلحة البلدية لمصلحة الدولة اللبنانية وزارة الثقافة. أنا رح أرجع أطلع مجلس الوزراء ولح أطرح الموضوع ولح نشوف بركي من خارج، يعني من احتياط الموازنة، نأمن ولنه المبلغ اللي بخلينا نوضع اليد على هذا العقار، وحنحافظ هلا قد ما فينا على هالبيت ما يصير فيه خراب زيادة. وتاني شغلة، ناطرين الميزانية. من المنزل المتهالك ينظر رفيق عمر الرئيس شهاب العميد الركن المتقاعد جان نصيف إلى ما فعلت 40 سنة غاب فيها شهاب عن وطنه. اللي بده يشتغل بيكون عنده إرادة خدمة بلاده، بيقدر من بيت متواضع مثل هالبيت انه يقدر يعمل شيء للبلاد. هون بهالمحل منا واقفين نحن، هذا بلكون كان هون. اخذ اذن من بلدية جوني، عززوا وعملوا مقر لجلسات مجلس الوزراء. البيت بما هو عليه رح يرجع مثل ما كان ايام الرئيس الشام، وين بده يكون في مكتبي، وين بده يكون في أمفيتياتر صغير، غرفه للمطالعه. هو مؤسس الجيش اللبناني وقائده الأول، رئيس للجمهورية رفض التمديد أو التجديد وعزف عن الترشح مرة ثانية. بين مركز قيادة الجيش حيث الصمت رفيق الواجب، ومنبر هذه الندوة حيث الكلام هو السيد، مسافة لعلها أصعب ما كتب لي. مسافة نجح فؤاد شهاب في اجتيازها ليركز الدعائم الأولى لدولة لبنانية أكثر حداثة. في ذلك طبعا سبب سطوع نجم فؤاد شهاب، وربما في ذلك أيضا السبب وراء محاولة دولة الوفاء هذه إخراجه من الذاكرة. جاد غصن، قناة الجديد.